بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما عودتكم في الفترة الأخيرة قبل كل مباراة تبقى مهمة أو جماهيرية وإحنا منتظرينها، بنعمل زي بريفيو كده للأمور التكتيكية والأمور الخططية للفرقتين. النهاردة مع بريفيو لمباراة القمة ما بين النادي الأهلي بطل الدوري ونادي الزمالك بطل الكاس في السوبر المصري إن شاء الله يوم الخميس في أبو ظبي. هنحاول كده مع بعض نحاول نستشف اللي ممكن يفكر فيه فايلر وكارتيرون قبل المواجهة، علما طبعا دي اول مواجهة بينهم السنة دي، لان مواجهة السوبر اللي كانت في بداية الدوري كانت كان ساعتها فايلر في النادي الاهلي، لكن كان ساعتها كان ميتشو هو المدير الفني النادي الزمالك. عامة انا هحاول اعتمد على حاجتين، هحاول استشف من مباراة السوبر كلعيبة ومنظومة، وبرضو الشكل الاخير اللي شفنا عليه نادي الزمالك قدام الترجي في وجهة نظري افضل فيرجن لنادي الزمالك السنة دي شفناها قدام الترجي، دي احلى نسخة بصراحة قدمها كارتيرون. وبالتالي انا هحاول النهاردة كده مع بعض كده نشوف الفرقتين ممكن يعملوا الشكل يلعبوا بيه. طب خلونا نبدأ بفايلر، ببساطة دي مباراة القمة التانية له السنة دي. لو نحاول نسترجع فايلر عمل ايه في ماتش القمة في بداية الموسم، كان ساعتها فايلر فاجئنا لما لعب بهاي لاين ديفنس من نص ملعبه تماما، يعني حتى متقدم شوية، يعني كان مقرب قوي الخط الدفاع بتاعه لما يقرب من نص الملعب، وضغط نادي الزمالك في الجزئية دي عشان يقدر يستعيد الكرة ويمنع نادي الزمالك من البيلدينج اب او من التحضير في نص الملعب بالشكل اللي هو يريحه. خصوصا احنا عارفين نادي الزمالك دايما في بداية الهجمات بيعتمد على فرجاني بشكل اساسي. فايلر ساعتها قدر بشوط الاول يباغت ميتشو بالطريقة، نفتكر الاول 45 دقيقة في المباراة دي كانت من جانب واحد تماما للنادي الاهلي، وقدر هو يحسم الشوط ده بهدفين نظيفين قبل طبعا ما اجي يجيب التالت شوط التاني، بعد كده مصطفى محمد بقى ينزل يعمل الشوط بتاعه ويرجع في المباراة. بس ايه فكرة فايلر ساعتها؟ كان انا هبدأ احط الدفاع الرباعي بتاعي هنا اهو واضغط نادي الزمالك في الجبهة دي. وكان ساعتها لو تفتكروا بقى اهم نقطة اللي بنتكلم عليها في الفترة الاخيرة كان مين راس الحرب بتاع النادي الاهلي؟ كان اجي هو راس الحربة الصريح، ما كانش مروان كان على الدكة، وكان بيلعب على الطرفين رمضان وحسين وكانوا بيبدلوا مع بعض، يعني رمضان بدأ كشمال وبعد كده وحسين بدأ يمين، بعد كده شفتوا مع بعض حسين راح، وقفشة كان بيعمل الرول مميز جدا بتاع بلاي ميكر. ونفتكر النادي الاهلي كان بيعمل حاجتين، كان دايما كل اختراقاته طول ما رمضان موجود في الملعب، رمضان احسن وينجر في النادي الاهلي بيخترق عرضي ما بيخترقش طولي، بيقدر ان هو يستخدم قوته البدنيه، واضح جدا يعني تاثيره في الجزئيه دي على النادي الاهلي من ساعه ما جات له الاصابه. كان طبعا رمضان سافر مع البعثه وربما يشارك او ربما يقعد على الدكه ايا كان، كان في رمضان ورمضان قدم مباراه جيده وكانت دي الفكره. وطبعا مش عايز انسى الدور المهم جدا لمجدي قفشه في التكمله كمهاجم تاني، ونفتكر في كام كره عرضيه عملها حسين لما كان اجي بيخش جوه منطقه الجزاء وياخد معاه المساكين ويسيب المساحه دي فارغه تماما لمجدي قفشه، حتى جات له منها فرصتين بس هو اهدرهم. كانت دي ببساطه فكره فايلر في ازاي النهارده ده انا اخد الاستحواذ من ميتشو ساعتها واقدر اهدد مرمى. كان عواد طبعا ساعتها الواقف جون. طيب الناحيه الثانيه لما نيجي نبص بقى على كارتيرون في مباراه الترجي ونشوف ازاي ممكن يقابل بيها النادي الاهلي، كارتيرون هيبقى عنده نفس المبدا. ايه هو بقى؟ ان انا اقفل الاطراف على النادي الاهلي، وبالتالي هنشوف في جبهتين، جبهه اليمين عند نادي الزمالك وجبهه الشمال، هيبقى بنتكلم على الفول باك والوينجر اللي قدام عندهم ادوار دفاعيه كتيره، وبالتالي اكيد هنشوف احمد سيد زيزو اعتقد من بدايه المباراه في احد هذه المراكز عشان يقدر يساعد الفول باك. لكن هو طبعا هيبقى السؤال المهم جدا عند نادي الزمالك مين اللي هيلعب باك يمين؟ باك يمين ازمه فعلا عند نادي الزمالك، وشفنا المباراه الاخيره حمدو الهوني الوينج الليفت وينجر لنادي الترجي عمل مباراه طبعا كبيره جدا على حازم امام، كانت مباراه صعبه جدا بصراحه على حازم يعني، وحمدو الهوني تفوق عليه تماما. فهو السؤال هنا هل هتبدا بحازم امام؟ اكيد انا استبعد انه ممكن يعتمد على احمد عيد، صعب قوي طبعا لعيب صغير وممكن ما يقدرش يستحمل الضغط العصبي. فهو السؤال هنا حازم امام هل يقدر ان هو يلعب يبدا بيه كباك يمين في الوقت اللي ربما فايلر اذا دخل اجايه يفاجئنا بجيرالدو في الليفت وينج زي ما عمل في ماتش الجيش؟ وشفنا طبعا الديناميكيه في الماتش ده كانت مميزه جدا جدا جدا، خصوصا التاني لما راس الحربه مش مروان محسن. فده هنا سؤال مهم. وفي اوبشن تاني، هل ممكن تستغنى عن الفول باك، بمعنى الفول باك اللي عندك كحازم امام واحمد عيد، وتدخل مساك وتوظفه كفول باك عشان يقف لك زي مثلا محمد غني، بحيث ان هو كمان ينضم للاثنين المساكين اللي بيلعبوا
يبقى كده بيلعب بثلاثه، وبعد كده في الحاله الدفاعيه يرجع الوينجر في الحاله الدفاعيه ويبقى هو يعمل دور الفول باك، ويبقى كده نادي الزمالك في الحاله الدفاعيه بيلعب بثلاث مساكين ويقفل المساحات اكتر قدام النادي الاهلي. هي كلها بتبقى افكار واقفه عند اختيارات المدير الفني، واللي اكيد الاثنين هيبقى عندهم اكيد مفاجآت للمباراه مع الكوتش. كل واحد عارف ان الثاني درسه بشكل جيد. بس هيبقى اهم سؤال ثاني هنستناه عن نادي الزمالك، مين اللي هيلعب يمين؟ لان اكيد طبعا بن شرقي حاجز مكانه، واعتقد اوباما حاجز مكانه، طبعا اكيد مصطفى محمد حاجز مكانه، لكن هو السؤال مين اللي هيلعب الباك اليمين ومين كمان هيلعب قدامه؟ انا اعتقد احمد سيد زيزو هيبقى على الناحيه اليمين قدام حازم امام، وربما يحط بن شرقي قدام. برضو السؤال ده برضو مين برضو عايزين نتكلم عليه، مين هيلعب باك شمال؟ هتعتمد على عبد الشافي كخبره وقوه لكن بطيء، ولا هتعتمد على عبد الله جمعه السريع جدا واللي كان لفتره طويله هو الباك الشمال؟ بس هنا هيبقى في مشكله، عبد الله جمعه عنده ازمه دلوقتي من وجهه نظري. ايه هي؟ عنده ازمه نفسيه طبعا بسبب مشكله اخيره اكيد هيواجه بانتقادات وهدافات اكيد قويه جدا في المباراه، فربما هل ممكن المدير الفني يحطها في الحسبان؟ لا، ما بداش بعبد الله عشان مش عايز احطه في الضغط العصبي اللي حصل بسبب المشكله اللي حصلت بعد ماتش الترجي ووفره، ولا لا انا محتاج عبد الله جمعه لان عبد الله جمعه عنده ميزه لما بيطير مع الوينجر اللي قدامه بيقدر يعمل دور هجومي مميز جدا. بس هنا في خطوره. ايه الخطوره؟ ان ممكن حسين الشحات يلعب في المساحه اللي وراه، فدي برده احنا شايفين دايما المنافس اللي هيلاعب النادي الاهلي اول حاجه هيفكر على البورد وهو قاعد في المحاضره ازاي اقفل الطرفين دول. وبصراحه نادي الزمالك فعلا او كارتيرون المعضله عنده كبيره، لانه دايما عنده حاجه من اتنين، عنده مثلا الجبهه الشمال اقوى من الجبهه اليمين، الجبهه اليسرى في نادي الزمالك دفاعيا اقوى بكتير من الجبهه اليمين. اكيد طبعا بعد رحيل حمدي النقاس، حمدي النقاس كان موجود كنا خلاص حطينا اسمه وانتهى الموضوع، انما دلوقتي في مشكله في الجبهه اليمنى، وبالتالي حل المعضلتين دول هيخلينا بقى نروح للمعضله لحد ما قال الخناقه بتاعه وسط الملعب، ثنائيه طارق حامد وفرجاني ساسي في مواجهه ثنائيه اليو ديانج وعمرو السوليه. اكيد دول ما اعتقدش هيبقى في اي يعني خيارات اخرى في الاماكن دي. ايه الميزه عن النادي الاهلي وايه الميزه عن نادي الزمالك؟ ربما يكون فرجاني عنده حته الفيجن عاليه قوي، ان فرجاني نشوف ان هو بلاي ميكر مميز جدا والباس بتاعه حلو، لكن فرجاني بقاله فتره ما بيجريش كتير. نبص على فرجاني من غير ما الكوره تبقى في رجله، يعني عشان نقيم اداء فرجاني في نص ملعب دلوقتي وكمان نقطه دفاعيه، عايزين نبص على فرجاني والكوره مش في رجله، بيعمل ايه؟ بيتمشى ولا بيجري؟ دي نقطه مهمه. على الناحيه الثانيه طبعا، وطبعا طارق حامد طبعا قوه دفاعيه بالغه، لكن على الناحيه الثانيه طبعا اليو ديانج في قمه مستواه مع النادي الاهلي، وهنحاول ان احنا نقول ان عمرو السوليه عنده نفس الفيجن وعنده نفس الرؤيه بتاعه فرجاني ساسي وبيقدر يؤدي، وكمان عمرو السوليه بقى له فتره بيسدد تسديدات كويسه جدا. فبالتالي اشوف خناقه نص الملعب مين هيكسبها؟ هيكسبها اللي هيجري كتير بدون كوره والكوره مش في رجله. اللعيبه اللي هتجري بقى هتعتمد بس انها تجري وقت ما الكوره في رجلها، ده هيخسر المنافسه بدون شك، والفريق الثاني اكيد هياخد النص ملعب. عامه ده كان يعني تحليل بسيط او بريفيو لمباراه القمه، مباراه تبقى ان شاء الله اتمنى تبقى حلوه جدا. النادي الاهلي والزمالك في الوقت الحالي في افضل مستوى ليهم، وفي كل الاحوال طبعا هنبارك للي هيفوز وهنقول هارد لك للي هيخسر، واتمنى ان شاء الله كلنا نستمتع بالمباراه يوم الخميس وتخرج في شكل كويس، وبعديها ان شاء الله اقابلكم في ترند يلا كوره وتحليل مباراه. شكرا جزيلا، كريم سعيد.